بارك الله فيكم. نشكروا كاع اللي خايمين بهذا الشاطئ، منظمين امن ديال الحمايه المدنيه، بارك الله فيكم. نشكرهم على حسن الاستقبال والضيافه خويا. بالنسبه للجائحه اللي راهي واقعه خويا، نصحوا المواطنين يلتزموا بالالتزامات تدابير الامن خويا، تدابير السلامه خويا، التباعد الاجتماعي. الله يعافينا الله يبعث المطر. هيا نقدم انت شويه. بارك الله. من الحق السلام عليكم اخنا عباس، ربي يجازيك ان شاء الله. وحنا يعني بصفه عامه الشاطئ هذا جميل بزاف، شاطئ الحجاج، واحد استقبال ونشاط وحيويه والثمن الفني معقول، يعني الثمن تاع الماكوله تاع الدراري الفني عجبتهم ما شاء الله. وحنا ما بقينا موالفين ننجو هذا الشاطئ ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله من المسؤولين باش يزيدوا لنا الصلاحيه، وكما قال خونا فهمي في ظل هذا جائحه الوباء هذه، ان شاء الله نتمنى من الناس باش يديروا الاحتياطات تاعهم، باش ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. الله يجازيك ان شاء الله. يا سلام على هذه الاعلانات، ان شاء الله يغلى.
بارك الله على ذكر رئيس الجمهورية الذي أعطى الله بعمره ليتكلم الآخر تفضل يعني مبادرات جبارة ومبادرات يعني لا يستهان بها شرط الشرط لكافة المواطنين اللي كان ممنوع بارك الله فيك المشاهد نحن في هذا المطعم الذي مطعم ممتاز جدا ليستقبل ضيوف احد الضيوف من كل من يبغى ضعيف ولا الله يبارك عما يعني يقول كل الولايات 48 ولاية تقصد هذا الشاطئ اللي هو الشاطئ رقم واحد في التصوير رقم واحد في حسن الضيافة لهذه المؤمنين السنة بهذه البلديات يعني الضيوف يأتوا ويخشيتهم ثم عاجل المشاهد إلى المتقابلين الفرصة القادمة إن شاء الله. مشاهد عزيزتي المشاهدة عمكم مساء نظمت أوقاتكم كما هو معلوم نحن موجودين في بلدية حجاج كانت تسمى أنذاك وزيت التعدعات الاجتماع ونحن موجودين بهذا الشاطئ الشاطئ الممتاز الذي يحمل رقم واحد وكذلك تم التحديدات وبعد التقييم للمطعم مطعم السلام ونحن في هذه المقهى الفتية الذي موجودة في بلدية حجاج نحن مع المواطنين الفئة في أمام الآن ننقلكم مباشرة من هذا الساحة العمومية التابعة للشاطئ رقم واحد الله بالمناسبة أشكر أصحاب المحلات التجارية أخونا عبيد الويغية وكذلك الملول الذين يسهرون دائما على تلبية حجاج المصطفين في هذا الشاطئ شاطئ حجاج الذي يتميز بميزة يعني جد يعني جميلة خاصة يعني بالنسبة للمصطفين المتوافدين لهذا الشاطئ لا دليل واضح أن هذا الشاطئ يعتبر من أحسن الشواطئ على مستوى ولاية مستغانم وكذلك وجدنا أن مصطفى يجد ظلاته في هذا الشاطئ نظرا لأن هذا أصحاب المحلات التجارية يعني والعيا فيفا وكذلك الولود والجميع كذلك يقدمون خدمات جد ورائعة بالنسبة للاستقبال وكذلك لوجبات الإطعام السريعة والغير السريعة وبالمناسبة نشكرهم جزيل الشكر على هذه المجهودات التي ما فاتوا يبذلونها يعني تجاه المواطن العزيز ونتمنى بأن من قلوبنا أن المصطفى الكريم يتمتع حقيقة بالأمن والأمان والاستقرار في هذا الشاطئ وبالمناسبة نشكر فرقة الدرك الوطني لتغطيتها الأمنية لهذا الشاطئ لأنهم يقومون بعدة دوريات يعني في النهار وكذلك في الليل. سيدتي أول شيء سادتي لقناة بن عبد القادر وكان هذا الأخ كلمة معتبرة كلمة طيبة كلمة لها معنى قوي ونتمنى شهية طيبة لكم والذين حاضرين أمامي الآن وبالمناسبة نقدم ما يعني صادق نصائح وإشادات للمواطن الذي يقصد لهذه الشاطئ حجاج حقيقة يتمتع بالأمن والأمان ويتمتع كذلك بالكثبان الرملية وزرقان البحر ولا بد عليها أن يأخذ بالحيطة والحذر لأن حياة المواطن يعني فوق الجميع. الأخي اللي شكر يعني اللي فاتوا مع الآن في زمن بمناسبة حلول الموسم يعني موسم الاصطياف هذا الذي جاء يعني في مرحلة خاصة نظرا لهذا المرض الذي جاءنا يعني بطريقة مفاجئة وهو يعني كوفيد 19 الذي نتمنى أن يذهب علينا وتأتي الأمور إلى نصابها المعتادة في المستقبل إن شاء الله يكون يعني الموسم الاصطياف جد جميل جدا بالنسبة للمصطفين
وكذلك للوافدين لهذه الشاطئ. وبالنسبة للطلاب نشكرهم جزيل الشكر على الخدمات التي يقدمونها للبيت للمستوطنين وشكرنا عليها. سيدتي أولي سيدتي عمتم مساء وقفت أوقاتكم كما هو ملوم حدثكم العبد القادر عبد القادر من شاطئ الحجاج رقم واحد إلى المتقى وثمتم بالعيد الله وحبه.